ايه يا نوال، في ايه؟ لا مش هينفع قبلك النهارده. لا انا مش فاضي النهارده خالص. وبعدين بقولك ايه، عايزين نخف المقابلات اليومين دول. يا بنتي بقولك مش فاضي، يا دوب هخلص ارجع البيت اغير هدومي وانزل عشان عندي مشوار مهم. بكره احتمال ابقى فاضي. لا يا فريد، انت لازم تفضيلي نفسك. الموضوع بقى في منتهى الخطوره، لازم تشوف لي حل. يا نوال فين العقد ده؟ طيب انا هكلم حضرتك بعدين، مع السلامه. بتقفلي ليه؟ كنت استنيت شويه اسمع شويه كلام فيهم غرام وحب وهيام. حب ايه؟ هو احنا بتوع حب؟ احنا مكتوب علينا الشقه وبس. عليا انا برضو، على اخوكي فوزي العدوي الشماشيرجي المحامي اخصائي النقد والاستئناف والامور المستعجله، يليق عليك الكلام ده؟ بقول لك يا فوزي، ما تخلصني بقى وتتجوز. ما قلت لك يا بنتي القلب مشغول. ما انت اللي جبان، ما تتجرأ كده وتخش تفتحها. افتحها ايه يا بنتي؟ اذا كنت ما فتحتهاش وهي ظروفها غلبانه وانا ظروفي كانت اصعب، دلوقتي فتحها بعد ما ربنا كرمها كده هتفكر ازاي ولا تفتكر ايه؟ المهم انت عامله ايه مع قصه الحب الشائكه؟ اوعى تكوني متلوعه زي. لا يا اخويا، انا ما حدش يقدر يلوعني. انا اللي معايا لازم يبقى تحت طوعي، مش انا اللي تحت طوعه. يا واد انت يا جامد يا صاحبه العصمه. الحاجه هنا ولا فين؟ الحاجة هنا يا سيدي، بس انصحك ما تخشلهاش. ليه؟ حصل حاجة ولا ايه؟ اهي جاية وجرة وراها زعبيبها. معرفتيش ليه؟ قال ايه؟ بتقول شافت جوزها. اكيد زبطته متلبس مع فتاة اخرى. مش فريد. يبقى اكيد الحاج فرج وده هتظبطه مع اتنين فتاتين اخرتين. ولا الحاج فرج. امال مين يا بنتي؟ ماجد. انت بتهزر ولا بتتكلمي جد؟ والله العظيم بتكلم جد. سلام كونه من الرب الرحيم. وده شافته فين؟ بتقول شافته في الشارع. طب واضح انها اعصابها تعبانه قوي. انا همشي. الله، لو سالت عليك هقول لها ايه؟ قول لها راح يشتري عيش لامه. مالك يا نوال؟ في ايه؟ ما بترديش لي؟ لا يا حبيبي مفيش حاجه، انا بس مش جايلي نوم فخفت اقلقك. مش هتريحي شويه؟ لا خش نام انت، انت عندك شغل بالليل. لا مش عايز انام، انا عايز اشرب شاي. تشربي شاي؟ طب هعمل كوبايتين شاي. زي ما بقول لك كده، انا المره دي اتحققت منه كويس قوي. انا الحمزاوي بيه كنت بفكر اشتغل شغل مجموعات او افتح مركز تجميل. والله ده مشروع حلو قوي، لو عايز اي مساعده احنا ممكن نقدمها لك. مركز تجميل ايه؟ ايه الشغل الهايل ده يا عم؟ احنا عايزين نخش في شغل التقيل. واضح ان مدام زهره مش متحمسه قوي. مش حكايه مش متحمسه، حكايه بحب اشتغل في اللي بفهمه. يا سلام، هو ده كلام الناس العاقلين. يا ست انا هجيب لك ناس يفهموكي كل حاجه، ولو عايزاني انا امسك النشاط ده انا ما عنديش مانع. ما تقلقش، انا كنت ناوية فعلا اعمل كده، بس لازم افهم بقى الشغل اللي انت ناوي تمسكه ده شكله ايه، نوعه ايه. انا هفهمك كل حاجة في البيت. المهم نقول بسم الله يا عمي ونتكل على الله ولا ايه؟ احنا ممكن نبتدي بمقاولتين. الحكومة مقدمة مناقصة لبناء 50 مدرسة. الله اكبر الله اكبر. لا
ده الشغل سخن قوي زي اللحمه دي. ايه اللحمه الحلوه دي؟ 50 مدرسه حته واحده هناخدهم. حيلك حيلك اهدى شويه يا عم فريد، ده مشروع كبير قوي ومصاريفه كبيره، واحنا يا عم عايزين نمشي جنب الحيط ومحدش له دعوه بيه. ولازم كمان نتفق على اتعاب حمزاوي بيه. يا سلام، مراتك دي سيده اعمال بجد، وده الفرق اللي بينك وبينها. والله ما انا قلت لك يا عمي زوزه دي اصل مفيش زيها اتنين. بس ما قلتليش بقى يا حمزاوي بيه تحب تتعامل بأني عمله؟ اليورو الاوروبي. ايوه حبيبي. لا فاضلي ساعه واحده واخلص، وبعد كده هعدي عليك نطلع نتغدى بره، وبعدين نروح السوبر ماركت نجيب كل اللي احنا محتاجينه. صباح الخير. خلاص زي ما اتفقنا يا فندم، مع الف سلامه. يا صباح الفل. الساعه 3 يا خليل وجاي تقول لي صباح الخير؟ خلاص اعتبريها صباح اللي بتغني. المدام مشغوله يا خليل. عارف انا مش جاي للمدام، انا جاي عشانك انت يا جميل. خير؟ انت عارفه انا ما بجيش الا في الخير. وانا تحت امرك يا خليل. ما تقوليش الكلام ده، انا اللي تحت امرك. خليل في ايه؟ لخص بقى، انا عندي شغل. ايه الموضوع؟ بصراحه نوال من غير لف ولا دوران يا بنت الناس، انت حالك مش عاجبني. نعم في ايه خليل؟ ما انا بقولك اهو، انت حالك مش عاجبني. ايه السخافه اللي انت فيها دي؟ انت قاعد هنا عشان تقولي حالك مش عاجبني؟ وانت مالك اصلا ومال حالي؟ مش عاجبني هو ده الموضوع اللي جاي عشانه. اللهم طولك يا روح. في ايه يا خليل؟ نوال انا عاوز اتجوزك. تتجوزني؟ تحبي اقولها لك تاني عشان اقول بعدها تت 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 تت؟ بالذمه يا خليل انت عايز تتجوزني؟ انت مش مصدقه طبعا، انت اتفاجئتي بالطلب ده وفرحتي. هاتيلي رغيف عيش دلوقتي اقسمه على وش عشان تصدقي. طب ومراتك يا خليل؟ اعتبريها مش موجوده، فراغ، علامه استفهام في الحياه دي. انا مستعد اموتها، انزلها بتوك توك من فوق المقطم هي وابوها وامها، وبعد كده نتجوز انا وانتي ونهرب نروح جيبوتي. انت شارب حاجه على الصبح وجاي ترمي بلاك عليا؟ مش كتير. طب اتفضل بقى عشان ورايا شغل. طيب بقى، طب ما قلتليش رايك ايه علشان اروح اطبع الدعوات ونفرح الاهل كلهم؟ اطلع بره ورايا شغل. يا خساره يا نوال، يا خساره. قدرتي تخدعيني تمثلي عليا دور وانا صدقتك. يا خساره، ما كانش ده عشمي ابدا. ماشي يا نوال، وحياه كل كلمه حب قلتها لك لبكره تندم يا سهيل. يا نوال اهبل ده ولا ايه؟ اتأخرت عليك يا حبيبي. مالك يا ماجد في ايه؟ معرفش يا نوال، صور صور بتعدي، مش قادر اميز بين الصور والذكريات القديمة. مش جايز الصور والاحلام اللي بتجيلي دي، هي فعلا ذكريات قديمة كانت موجودة فعلا في حياتي. انا مش فاهمة حاجة، هو في ايه؟ بيتهيألي ان انا كنت في لبنان وكانت معايا واحدة جميلة جدا، بس مش قادر افتكر اسمها خالص. واحدة جميلة؟ هي مين دي؟ شبه الست اللي قابلتها في شرم الشيخ واللي ندهت لي باسمي. انت باين عليك يا حبيبي كنت شقي قوي قبل ما تعرفني. شقي ايه يا نوال؟ انا بتكلم عن انسانة انا حاسس فعلا ان انا اعرفها كويس، وانها لو قابلتني تاني هتعرفني. شفت بقى انك مصر تزعلني؟ هو في حد بس يا حبيبي يقول لمراته الكلام اللي انت بتقوله لي ده؟ غصب عني يا نوال، والله العظيم غصب عني. انا زي الغرقان اللي بيحاول يتعلق في قشاية، بجمع في دماغي حاجات ممكن تفكرني بالماضي تخليني اعرف انا مين. وانت بس عايز تفتكر ليه يا حبيبي؟ هو انت مش بتقول ان انت سعيد معايا؟ عايز تفتكر ليه؟
مش كفايه ان انت متجوزني وان انا مراتك حبيبتك؟ لا مش كفايه طبعا يا نوال، مش كفايه طبعا. الانسان ما يقدرش يعيش من غير ماضي، من غير ذكريات عن ناس بيحبها بيكرهها، عن اماكن عاش فيها كان موجود فيها. انا بالشكل ده حياتي هتكون فاضيه، هكون بتعذب طول ما بحاول افتكر. عشان كده يا حبيبي انا مش عايزاك تجد مخك. وبعدين انت ليه تفكر في الايام اللي فاتت ونفكر في الايام اللي جايه؟ نفكر في المستقبل، اللي خلينا نفكر في الماضي. انا هجهز لك الغدا. مستقبل؟ مستقبل ايه؟ انا كنت شهم وكريم معاكي ومردتش احرمك من ضناكي ورجعتهولك، انت ليه بقى عايزه تحرميني منه؟ وفي حد يستغنى عن ضناه؟ عايز اشوفه يا ستي، الواد وحشني يا زهرة. انا لحد دلوقتي مش عايز اروح اقسام بوليس ونعمل فضايح وجع دماغ، عشان مش عايز اقطع حبال المودة. يا زهرة انا صابر عليكي لحد انت ما تجيني برجليكي. انا بصراحة شايف ان الراجل مش غلطان، من حقه ان هو يشوف ابنه. وانا من حقي كمان اخاف على ابني. خاف عليه من مين؟ من ابوه؟ ايوه من ابوه. ما انت عارف فرق كويس، مش جايز عايز ياخد ماجد عشان يلوي دراعي وارجع له. والله حبيبتي بقى اللي تشوفيه، شوفي انت عايزه ايه وانا اعمله لك. طب انت شايف ايه يعني خليه يشوفه؟ لو عايزه رايي بلاش نعمل مشاكل مع الراجل ده، خليه يا ستي يشوف ابنه، ولو وافقتي انا بنفسي هاخده واوديه وارجعه تاني. بجد يا فريد؟ بس عشان خاطري خلي بالك منه، بأمانة في رقبتك. انت بتقولي ايه يا حبيبتي؟ اخص عليكي، ده ماجد ده زي ابني بالظبط. اه طبعا زي ابنك بالظبط. انا اسف يا نوال اتاخرت عليك. انت عارف ما ينفعش حد يشوفنا مع بعض. اعمل لك ايه؟ ما هو ما ينفعش برضه نتكلم في الشركه، مزارها هتشوفنا. طب يلا نتكلم بسرعه عشان لازم نمشي. طب انجزي يا نوال قولي عايزه ايه. انا خايفه قوي يا فريد، خايفه لا زهره تشوف ماجد تاني. ما هي هتشوفه. قصدك ايه؟ قصدي طول ما انتوا في نفس البلد اكيد هتشوفه. يعني ايه؟ يعني الحل الوحيد انكم تبعدوا، تشوفوا اي بلد تانيه تعيشوا فيها. نسيب مصر؟ طب هقول ايه لماجد؟ يا ستي مش لازم تسيبوا مصر، اي حته جوه مصر، بورسعيد، اسكندريه، اسوان. اسوان؟ انت مش عايزه تبعدي؟ انا ممكن اروح اسكندريه، بورسعيد، المهم الاقي شغل ليا وشغل لماجد. سيبي لي انا الموضوع ده، انا هتصرف. طبعا اذنك بقى عشان لازم امشي. استني بس قولي لي اخبار ماجد ايه؟ افتكر حاجه؟ عارف يا حبيبي انا نفسي في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسي نعيش انا وانت في جزيره لوحدينا، محدش يعرفنا ولا نعرف حد. نعيش انا وانت وبس. حلم جميل فعلا، بس عشان يتحقق بقى احنا محتاجين فلوس متلتله قد كده. طب وايه يعني؟ ما احنا هنشتغل. اه هنشتغل ليل مع نهار، وجايز انا اشتغل بقى بالليل وانت تشتغلي بالنهار، وما نشوفش بعض الا بالاجازات. احنا مبسوطين كده كويسين. اصل انا بصراحه يا حبيبي مش مبسوطه، انا حاسه ان الشغل ده واخد كل وقتي وبعدنا عن بعض. الله انت بتتكلمي جد؟ طالما مش مستريحه في شغلك خلاص دوري على شغل تاني. هنا ما ينفعش. ايه رايك لو رحنا بورسعيد ولا شرم الشيخ ولا اسماعيليه او حتى اسكندريه؟ هتسافري اسكندريه عشان تدوري على شغل جديد؟ ما انا ما صدقت ان احنا عايشين مع بعض ومبسوطين والحمد لله، هنسافر محافظه تانيه؟ الله. وبعدين بصراحه انا حاسس ان انا هنا ممكن اقابل اي حد يعرف اي حاجه عني او عن ماضيه او يقول لي انا مين. يا حبيبي انا مش مستريحه. يرجيك مراتك حبيبتك تبقى مش مستريحة؟ يا حبيبتي الكلام اللي بتقوليه ده مفهوش منطق خالص، مفيش حد في الدنيا بيسيب بيته وبيسيب شغله ويروح بقى المحافظة تانية يدور على شغل جديد. وبعدين أنا مبسوط ومرتاح في شغلي، جايز لو سافرنا هناك ما لقيش شغل يناسبني، ليه وجع القلب ده؟ أنا مش فاهم. يا حبيبي ما نعرف عملاء على مستوى كبير هيشوفوا لنا الشغل اللي يريحنا. ماشي يا نوال، تحت أمرك. حبيبي ما تقولش كده، انا اللي تحت امرك، وبعدين انا بعمل كل ده ليه؟ عشان اساعدك. هقول لك ايه يا نوال، وانا ما اعرفش حد في الدنيا دي غيرك، انا لو فكرت ابعد عنك ولو شويه
هرجع للضياع اللي كنت فيه. ايه حبيبي مالك؟ بتفكر في ايه؟ لا مفيش يا نوال، مفيش. زهرة! زهرة! ماجد؟ ايه يا نوال؟ مش هتسلمي على مراتي زهرة؟ انت رجعت لك الذاكرة؟ انا برجعتك وليك عينتك لحد هنا كمان. لا ما تسيبنيش يا ماجد، لا لا ما تسيبنيش. ايه مالك يا نوال؟ مالك يا حبيبتي؟ انت اكيد بتحلمي. ده كان كابوس مش حلم. طب ريحي، اجيب لك كوبايه ميه؟ لا مش عايزه، انا بقيت كويسه. ما تسيبنيش يا ماجد، ما تسيبنيش مهما حصل. مش هسيبك طبعا يا حبيبتي،